حضراتكم بالمجموعات، لان ده كان حدث كبير جدا، ونشوف حتى الاشقاء العرب والافارقه القرعه عملت ايه معاهم. عشان تفتكروا المجموعه الاولى طبعا اللي فيها الاهلي كان معاه بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وانتر ميامي الامريكي. المجموعه الثانيه ما فيهاش لا عرب ولا افارقه، باريس سان جيرمان واتلتيكو مدريد وبوتافوجو البرازيلي وسياتل ووندرز الامريكي. المجموعه الثالثه يعني باستثناء اوكلاند فيها مطحنه بقى بين البايرن وبنفيكا وبوكا جونيورز، ومعاهم اوكلاند سيتي. ده اوكلاند كده ممكن ما يلعبش، يعني الثلاثه مع بعض. المجموعه الرابعه الترجي لقى نفسه بين فلامينجو وتشيلسي ومعاهم ليون. المجموعه الخامسه برضو ما فيهاش لا عرب ولا افارقه، ريفر بليت وانتر ميلان ومونتيري وراوا ريد. احنا بقى لعبنا مين في دول؟ لعبنا مونتيري وراوا. على فكره من ال 32 نادي او ال 31 نادي في البطوله انت لعبت 17 فريق قبل كده.